هو ده الإخلاص وهو ده الانتماء. عشان كده لما حبينا نسأل بعض لعيبة الأهلي عن رأيهم في وليد سليمان وتأثيره عليهم ونموذج الإخلاص والانتماء اللي شايفينه فيهم، كان لازم نسأل ناس جداد عليه اللي على كبار ليهم مسيرة مشتركة معاه بالتأكيد بيبادلوه انتماء بانتماء وحبا بحب للأهلي، سواء أحمد فتحي أو شريف إكرامي أو مؤمن زكريا أو حسام عاشور، كل كبار الفريق. لا، حبينا نسأل الجداد على الأهلي وعلى وليد سليمان شايفينه ازاي. سألت أسرة ملك وكتابة محمد شريف وأحمد علاء ومحمود الجزار، الثلاثي جديد على الأهلي، في تعاملهم مع وليد سليمان يعني شافوه ازاي؟ مهم. طبعا الحاوي بتاعنا بقول له كل سنه وانت طيب، ويا رب دايما كده بخير وتحقق كل اللي نفسك فيه ودايما بالنجاح يا رب. كابتن وليد طبعا لعيب مثال لاي حد انه ياخده قدوه ليه، فدي حاجه كويسه جدا ليه وفي مسيرته وفي السي في بتاعه، فربنا يكرمه يا رب ويكون من نصيبه ان شاء الله. احنا بنقول له كل سنه وانت طيب، والحمد لله ان عيد ميلاده جه مع المكسب، مكسب مهم جدا في فتره صعبه شويه، ان شاء الله النادي الاهلي قادر ان هو يقف على رجليه تاني. اكيد طبعا بعد الحلقه اللي انت شايفينها دي كابتن وليد ما الحاجات دي ما بتعديش عليه، فكان بيهزر معايا طبعا بعد ما حلقت، بيقول لي ان شاء الله تفوقك وتقف على رجليك وتبقى كويس ان شاء الله الفتره اللي جايه. كابتن وليد سليمان ما فيش شك ان في ثوابت في النادي الاهلي، وده من زمان جدا، وكابتن وليد سليمان هو ده الاساس اللي احنا بنبني عليه كلنا ما شاء الله. كابتن وليد ماشي الفتره اللي فاتت بمستوى ثابت جدا، كان عامل الفارق في كل مباراه بيلعبها، مركز جدا، بيحس اللعيبه الصغيره على ان هم لازم يتعبوا، لازم يجتهدوا، لازم يدوا النادي اكتر، لازم يتعبوا في التمرين قبل ما حد فيهم يتكلم او يطلع حتى في اي تصريح او اي حاجه. لازم الاول ان هو يبقى موجود بشغله باجتهاده، هو مثال حي لكل لعيب لازم يجتهد، هو يستاهل فعلا ان هو يبقى احسن لعيب في افريقيا. كابتن وليد سليمان كل سنه طيب يا كابتن وليد، وعقبال مليون سنه ان شاء الله السنه الجايه تحقق كل اللي تتمناه. فطبعا كابتن وليد من الشخصيات المحترمه، فبتمنى له التوفيق ان شاء الله في الفتره اللي جايه باذن الله. ان شاء الله انا بتمنى له التوفيق طبعا يحقق اللقب، هو عمل موسم كبير الموسم اللي فات معانا في افريقيا، كان نفسي ناخد البطولة، أعتقد لو كان خدنا البطولة كان هيفرق معاه هو شخصيا، لعيب كبير، لعيب مهم في الفرقة، فإن شاء الله بتمنى له التوفيق وبإذن الله ياخد الجايزة بإذن الله. كل هذا الحب عند زمايله بالذات حتى الجداد عليه والصاعدين، مسألة واضحة ما تكون بهذا النمط الأخلاقي والفني والالتزام والتفاني، مش عايزة مناقشة انك لازم هتشد الانتباه وهتكون قدوة لناس كتير جدا، واختيار ذكي انك يعني اختاروا ثلاثة من الصاعدين الجدد. عواطفهم مجردة، لا يعني شايفين ايه في الراجل ده. يعني فطبعا هو يستحق، واعتقد ان ده ختام مسك الحلقه.